أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هذا السائل: ما حكم الهدية ولمن تعطى، وما هي الأحكام المتعلقة بها؟ مأجورين. الهدية مستحبة لما يترتب عليها من الألفة والمحبة والصلة، وتعطى للأقارب أول شيء والأصدقاء، وتعطى أيضا لسائر الناس ممن في عطائه مصلحة له وتقريب له، تحبيب له، تأليف له. تعطى الصدقة للخواص، وتعطى أيضا للعامة لما فيها من الخير التي هي الهدية. كلام عن الهدية. نعم. أحسن الله. قال صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. قال: إن الهدية تسل السخيمة. نعم.